الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اجتمعنا في بيت شيخنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ العلامة رفعت البسطويصي، وقد انتهيت الآن من قراءة كتاب منحة مول البر على فضيلته، وأقول له: أيا شيخ الشيوخ، حماك ربي وأعطاك الغنى من غير حد، فقد أطعمتنا فولا كثيرا تسد به المجاعة خير سد، وأطعمت الفلافل ساخنات بزيت جيد من صنع جدي، فأكرمك الإله بطول عمر وأعطاك المنى دوما بمدي. شكر الله له وبارك فيه، ولا حرمنا الله منه، فهو العالم الهمام الذي أفادنا في قراءات القرآن الكريم ورواياته. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الشيخ أحمد، جزاكم الله جميعا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.